صباح الخير، معاه كابتن محمد سعيد. طبعا ناس كتير الفترة اللي فاتت بدأت تبطل رياضة، أو بدأت ناس تانية تبدأ تلعب رياضة في البيت. تعالوا بينا النهاردة مع بعض نشوف ازاي نتمرن بأداة بسيطة جدا اسمها ريزيستن باند، الجزء العلوي من الجسم في البيت بكل بساطة. تعالوا بينا نشوف. أول تمرين معانا هيبقى بيستهدف عضلات البايسبس اللي هي دي. هبدأ إن أنا أحط الباند بالشكل ده وأطلع أعمل بايسبس كيرل. 1 2 3. بعد كده التمرين من الجنب، 1 2 3. تمرين رقم 1. تمرين رقم 2 بيستهدف عضلات الترايسبس اللي هي دي. هبدأ ان انا اقف عادي على البند واعمل ترايسبس اكستنشن بالشكل ده، 1 2. او ممكن امسك البند من هنا واشتغل كده، 1 2 3 4 5. التمرين الثالث بيستهدف عضلات الكتف. احاول ان انا انزل عادي بالشكل ده وابدا ان انا اخلي الباند هنا واطلع ابريس كده، 1 2 3 4 5. التمرين الرابع بيستهدف عضلات الصدر او التشست. ممكن ده نعمله من غير الباند، هنعمل بوش ابس عادي بالشكل ده، 1 2 3 4 5. اخر تمرين معانا هيبقى العضلات الباك. هبدا ان انا اقف على الباند بالشكل ده واشد الباند كده، 1 2 3 4 5. وبكده نكون اتمرنا الجزء العلوي من الجسم بالباند ده. هنتمرن التمارين من مجموعتين لثلاث مجموعات، والاعداد من 8 ل 12 عدة، طبعا حسب كل انسان، حسب كل ليفل، حسب كل ليفل التمرين بتاعه هو. تابعونا الحلقات اللي جايه، هنبدا نتكلم عن موضوع التمارين وهنبدا نتكلم ازاي نتمرن في البيت. شكرا.